في امهات كتير بتكون نفسها تسافر لكن بتكون شايله هم الاطفال في السفر، لكن في كم خطوه بسيطه لو عملوها ممكن تسهل عليهم الموضوع ده. وانتي بتحضري شنطه طفلك حاولي تحطي فيها كل مستلزماته وخصوصا الادويه، لان عاده تغيير الجو ممكن يولد شويه مرض. حاولي تنزلي قبل ما تسافري بوقت كافي عشان تخلصي كل اجراءاتك وما تكونيش مستعجله، لان طفلك ممكن يبكي وده ممكن يوترك. في الاماكن العامه عاده الاطفال بتبكي كتير وده بيسبب ازعاج لغيرك وبيسبب لك انت الاحراج، وعشان تتفادي ده حاولي تجيبي معاكي لعبه جديده او كتاب جديد بحيث ان ابنك يتسلى بيهم وما يعيطش كتير. حاولي تتفادي التواجد في الاماكن اللي يكون فيها زحمه كتير وخصوصا لو بتروحيها لاول مره، لان ده بيعرض ابنك للخطر. واخيرا لو مسافره سياحه حاولي تختاري مكان يكون مخصص ليكي ولابنك بحيث ان يكون فيه امن وحراسه واماكن مخصصه وامنه للاطفال علشان تضمني اجازه سعيده ليكي. وطبعا